الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرة دي فن ولعب كبير السنة اللي قال دي مدرسة اوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الاستاذ تحليل خطير مش اي كلام مع ميد وسيف وحازم امام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز اوف فانتسي يلا اهلا بكم حلقه جديده من ستارز اوف فانتسي والنهارده يوم جديد تماما الثعلب بيعود من جديد وفوز من واحنا صغيرين الحقيقه ما كسبش كابتن حازم الف مبروك انت متضايق ليه يا كابتن سيف ده انا داخل لك دخله حلوه انا مش عارف اعمل الهدنه انت بتقول له من واحنا صغيرين ما كسبش من واحنا صغيرين فين ده احنا قعدت خمس اسابيع مش شايف غير نفسي ايوه بعد انت بقالك كام اسبوع ما كسبتش اسبوعين طب من واحنا صغيرين عادي يعني قعدت اسبوعين كتير خمس اسابيع بكسب اسبوعين بس قعدت خمس اسابيع بكسب خمس اسابيع دخله مش حلوه يا سيف الف مبروك بدايتك مش عجباني الف مبروك الله يبارك فيك يا حبيبي ميدو مبروك يا زين هو ليه بيتجاوز معاك كده؟ لا لا عادي يعني. لا أنا بس بس لعبنا راوند كويس حلو 61 58 وبعدين احنا الاثنين كسبنا في الكاس خلي بالك فده حلو كويس انت من وجهه نظرك من قناعاتك ان حازم بيعيش سن من السن يا ابني ايه اللي دخل اتكلم عليك انت انا بسالك والله لا لا. انت لسه بتقول له دلوقتي هو مر بالمرحله دي وخلاص دخل في مرحله الهدوء دلوقتي والله مين بقى اللي داخل فيها جديد ايه المرحله بقى اللي هو مر بيها مين داخل فيها جديد سيف ما تعومش معاه بس لا 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 والله ايه اللي هو دلوقتي ماشي انا عندي اخبار مؤكده اخبار مؤكده لموضوع معين مش هفضحك فيه الا في الوقت المناسب بس ده انا ولا سيف هو ايوه سيف ايوه ايوه صح والله ايوه داخل هو في ميدل ايج اخبار مؤكده داخل في ميدل ولو الناس جابت البنطلون هتعرف مين الاتش كويس اللي هو لابسه يعني نقول له مبروك النهارده مبروك مبروك عادي ماشي ميدو منافس قوي ميدو منافس فوز عليه فوز عليه بيبقى بيحس الواحد بيتبسط عشان ميدو من الناس اللي بتفهم يعني الله يخليك فرقتك مين السنه دي عمل معاك ايه الاسبوع ده طبعا جازانجا حارس توتنهام ثلاث نقط والديفنس برضو جاب لي يعني جاب لي يعني اقل من كل راوند كل راوند الديفنسيف هو اللي كان بيعليني وهو ده اللي اثر معايا الاسبوع ده ثلاث نقط وكيلي في كريستال بالاس نقطتين وأوريه من توتنهام نقطتين صلاح طبعا هو اللي عمل فرق كبير معايا صلاح داخل في فيزو في مرحله يعني فيها نضج كبير جدا الاهداف اللي بيحرزها اهداف صعبه جدا ومش معتاده بالنسبه له صعبه وده ده قوي صعبه جدا لا ده دليل ان هو راجل شغال على نفسه في هدوء حتى في الاوقات الصعبه اللي هو ما بيجيبش فيها جوال وفي وسط الانتقادات هادي جدا اشتغل على نفسه وده في رايي قمه النضج في كره القدم يعني هو دخل في مرحله سنيه دلوقتي ومرحله نضج معينه ان هو ان شاء الله يقدر ان هو يكمل بشكل بنفس الشكل اللي هو ماشي بيه بقاله سنوات ما شاء الله ما شاء الله بوليسيتش برده ثلاث نقط سون توتنهام نقطتين برده مارسيال نقطتين فاردي خمس نقط وايو من كريستال بالاس نقطتين وابراهام نقطتين راوند ما تعتبرش كويسه يعني لولا صلاح كان زمان ضيعت الراوند دي تعلب يعني ابتديت الاسبوع بشكل كويس كان عندي خط الديفنس بتاعي جاب لي نقط كتير جدا بيرلي الحارس طبعا بوب قصدي من بيرلي جاب لي ست نقط كلين شيت لاندستروم 11 نقطه وده يمكن فادني جدا ودايما لاندستروم من اكتر الناس بيجيب نقط بسرعه عنده كلين شيت واسيست وخد تو بونص بيترز من بيرلي برضو جاب ستيرلينج ماشي معاك كويس اهو بس انا اللي زودوني قوي هو خط الديفنس والجون يعني 11 و8 و6 ظبطني جامد سوينشو يمكن التعادل طبعا كان غريب وما كانش مفهوم ان يتعادل مع نورتش 1-1 كانت غريبه جدا كنت متوقع ان هو الماتش هيبقى اسهل من كده وعشان كده كابتن فاردي يعني عمل اسيست بس طبعا كنت متوقع ان ممكن يجيب جون او جونين فيبقى الماتش سهل يعني نورتش من فرقه ضعيفه جدا دفاعيا لكن عمل ماتش كويس ودخل جون يعني خلاني اخسر في الباك وخلاني في فاردي ما يعملش حاجه كبيره جاب 10 نقط طبعا لكن عشان كان كابتن عامله كابتن واخد اسيست ستيرلينج اخيرا فاق بقاله ماتشين او ثلاثه غطسان خالص جيمس برده من اللعيبه على فكره اللي بيجيب نقط مش ما بيجيبش جوان بس دايما بيعمل اسيست سون ما عملش ماتش كويس زي ما قلت فاردي طبعا كابتن ابراهام واوميانج كان ماتش صعب عليهم قوي يعني ليفربول حازم عايز اخد حته برضه نتكلم فيها مهمه بيلعب بطولتين في وقت واحد بيلعب بالسكند تيم وبيلعب بالفيرست تيم في بطوله ثانيه ودي الحقيقه حاجه عمرنا نشوفها النهارده ليفربول عنده مع استون فيلا في الكاس
هيلعب ب 23 سنه، وعنده بكره هيلعب مع مونتيري المكسيكي بالفرقه طبعا الاساسيه. ويمكن رابطه المحترفين رفضت انها تاجل ماتش الكاس لضيق الوقت، فبالتالي اختار ان هو يعني هيلعب سكن، مش سكن تيم كامب، اللي هم اللعيبه الشباب. ودي حاجه، ودي حاجه برضو خلينا نشوف، خلينا نشوف. عندك لعيب في المنتخب هنا الدنيا بتقف. يعني انت بص يا سيف، دايما في الموضوع ده لما يجي فرقه بتلعب في افريقيا ولا حاجه يقول لك مصر بتلعب لازم تاجلوا الماتشات، ولو ما اجلتش الماتشات يبقى انت كده بتخلص على الفرقه، وجمهور الفرقه يقول لك انتوا الاتحاد ده ما بيحبش النادي ده ومش عارف ايه. الناس عندها ماتش في الكاس، وعندها ماتش كاس العالم للانديه اللي هو بيمثل في انجلترا، ويعني ولو كسبوا حاجه من... قال لك مالناش دعوه، الوقت دي الوقت جدا، الاجنده ضيقه، ما عندناش، مش هتعرف، مش هاجل لك حاجه. هتلعب، عايز تلعب تلعب بسكند تيم وخلاص، الموضوع عدى. مفيش بقى ازاي ومش عارف ايه، وده كده انت ما بتحبش النادي، والنادي ده بيمثل انجلترا والملكه، وانت كده بتضيع اسم مش عارف ايه. اه ودي بطوله مهمه خلاص، يعني انت اهم البطوله، المسابقه اهم من النادي. احنا عندنا الانديه اهم من المسابقه، والناس دايما الانديه الكبيره بتستغل شعبيتها انها تضغط في الحته دي، واحنا وللاسف برضه احنا الاتحادات اللي احنا كنا فيها كمان بنضعف قدام هذا الشيء. يعني ميدو احيانا بيبقى في فرقه، ودي حصلت دلوقتي بس مش في الدوري الممتاز، عندها لعيب مع الكابتن ربيع سين كانوا عايزين ياجلوا ماتش، اجلوا ماتش، ها اجلوا يوم، اجلوا، لا ما اجلوش، اجلوا يوم، والله اجلوا يوم، ما هو ما ينفعش ياجلوا اصلا. انا تابعت القصه دي، ماشي يعني كان هياجل بس ما ينفعش ياجل. يعني انا شايف نفس الكلام اللي بيقوله حازم، ان للاسف في اوقات كتيره جدا بتبقى الانديه عندنا اقوى من الاتحاد الكوره. احنا لسه بندور ازاي ان احنا ننشئ رابطه الانديه اللي في رايي هتبقى حل جذري لكل المشاكل اللي موجوده عندنا في الكوره، في الكوره في مصر. هتشيل ضغوط كبيره جدا من على اتحاد الكوره، وهتدي الانديه مسؤوليات، وده قرار متاخر، لكن انا متفائل ان في توجه كبير جدا داخل الدوله باصلاح المشاكل الرئيسيه اللي موجوده داخل اتحاد الكوره. انا سعيد جدا ان في توجه بتقليص عدد اصوات الجمعيه العموميه، رغم ان ده هيضر باشخاص كتيره، ولكن مش توجه خلاص، قلصت خلاص تقريبا يعني، يعني لا يعني خلاص ان الناس اللي دفعت الاشتراكات او 106 حوالي 106 ده، دي اول خطوه للاصلاح. لازم احيي مسؤولين الدوله، ولازم احيي دكتور اشرف صبحي، ولازم احيي عمرو الجنايني ان هو كان عنده الشجاعه بان هو يتخذ قرار بتقليص عدد اصوات الجمعيه العموميه، لان في كل حته في العالم، مع كل الاحترام لكل الانديه، الفوليوم بتاع الصوت بتاع، حتى لو العدد قليل، الفوليوم بتاع صوت الانديه اللي عملت تاريخ كبير مختلف عن الانديه اللي لسه ناشئه، لسه تم انشائها قريب، او انديه لسه بتبتدي ان هي تصنع تاريخ، يعني من غير اي تقليل منهم. انا شايف ان ده بدايه الاصلاح، ده هيفرز لنا اتحاد كره قادم ان شاء الله يكون اقل شيء، يعني على يعني يكون ان هو اقل حاجه ان الناس تبقى ضامنه ان الانديه اللي داخله الانتخابات اتحاد الكره مش في احتياج لاي شيء علشان خاطر ان هي تدي صوتها. وبرضه في الاخر احنا مش عايزين نظلم الانديه، في انديه غلابه يعني بيبقى محتاجين الدعم، فده هيضمن لنا ده على الـ على الـ على الـ بورد قوي يعني، يعني على الاقل انت ضامن ان الجمعيه العموميه ما كانش فيها اي حاجه ان انت تدي صوتها غير اقتناع الناخب او اقتناع اللي بيدي صوته بالشخص اللي بيديله. ممكن يبقى غلط، بس الشخص اللي بيديله غلط، لكن هو مقتنع ان ده انسب شخص ان هو يقدر ان هو يقود الكره المصريه، ويكون جزء من الكيان اللي بيقود الكره المصريه. فده بدايه الاصلاح. زي ما ساعات بطلع انتقد اقول الناس ما فيش سيستم، الناس كذا، لا، النهارده في قرارات بتتاخد وتوجهات داخل الدوله. التوجهات دي دليل ان الناس اصبح عندها وعي دلوقتي ان ايه اللي المفروض نعمله، ان احنا نصلح وان احنا نخطو لقدام. عمرو الجنايني انا راجل بحبه جدا على المستوى الشخصي، وعايزه لما يمشي بعد سنه من اتحاد الكوره يتشرف بان هو خد قرارين ثلاثه، القرارين دول خدوا الكوره المصريه خطوه لقدام. ده قرار منهم البدايه في مساله الفار.
دي ده شيء يفرق مع الكوره بشكل كبير. طبعا 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 هيشيل الضغوط من اتحاد الكوره على فكره ومع لجنه الحكام، وهيبقى لو تنفذ بشكل كويس والحكام بتوعنا اتدربوا عليه بشكل كويس هيشيل ضغوط، وهيشيل ضغوط كبيره جدا. وده اللي انا كنت بقوله من السنه اللي فاتت. انا عارف ان تطبيقه محتاج وقت، محتاج تدريب لحكامنا، محتاج ان انت لما تجيب الحاجات الادوات والحاجات وان هو تبتدي تشتغل عليها، ومحتاج مصاريف. لكن انت عندك في بلدك دوري تاريخي، كل دول المنطقه تتمنى تاريخ الدوري المصري، فاحنا عندنا سلعه مميزه جدا مش عارفين ان احنا نخرجها بافضل صوره ممكنه، لا على التنظيم ولا على حاجات كتيره. فخطوه خطوه لازم بعد كده، انا عارف ان هي مش بتاعتي، بس لازم انا لو مسؤول في اتحاد الكره النهارده لازم ابتدي ادور على الانتاج، وازاي ان انا اصور المنتج بتاعي ده بافضل شكل ممكن، وازاي ان اخرجه بافضل شكل بشكل ممكن. حرام يبقى عندنا دوري بتاريخ الزمالك والاهلي والمصري والاسماعيلي والاتحاد والمقاولين وانديه كتيره جدا، مش عايز انسى يعني حاجه صنعت تاريخ كبير جدا في افريقيا وفي مصر. عندنا محبين للانديه دي عايشين في الخليج وعايشين في الدول العربيه، وما بقاش عندنا افضل انتاج وافضل اخراج وافضل تصوير وافضل جمهور موجود. كل ده نفسنا ان احنا نرجع له مره ثانيه. طيب نروح للدوري الانجليزي وليفربول. ليفربول برضو المشوار لسه على الدوري قريب، ولا في مؤشرات ان هو السنه دي ليفربول ياخد الدوري؟ صعب. والجيل ده يستحق، فازوا بالتشامبيونز ليج السنه دي يستحقوا ان هم ياخدوا الدوري. هم افضل في رايي افضل فريق في اوروبا، كلوب يعني يعتبر افضل مدير فني في العالم دلوقتي. كل واحد ليه مدرسه، يعني كل واحد ليه مدرسه وفي ليه وقت. الوقت ده زي ما انت بتقول كلوب هو افضل مدرب، قدر يوصل لاحسن مجموعه لعيبه تقدر ان هي تلعب مع بعض، قدر ان هو يوفر بدايل في حاله ان اللعيبه دي لو عايز يريحها او يعمل روتيشن الفريق بتاعه ما يتاثرش ونتائجه ما تتاثرش، ودي مهمه صعبه جدا. قدر ان هو يطور لعيبه صغيره راهن عليهم زي ارنولد وزي روبرتسون، وزي يقدر يكمل بنفس القوام ده سنه واثنين. هو دلوقتي عنده ميزه ما كانتش موجوده في ليفربول قبل كده، ان ليفربول في وقت من الاوقات لما كان بيجي ريال مدريد وبرشلونه ينادوا على لعيبته كان اوتوماتيك اللعيبه بتاعته بتمشي، زي سواريز وزي الونزو وزي اللعيبه كتير. دلوقتي اللعيبه بقى عندها اقتناع ان انا ليه لا، ليه ما اقعدش في ليفربول؟ نادي بينافس على كل البطولات وباخد الدوري، ونادي عنده عراقه كبيره جدا وكالتشر عظيم جدا واستاد عظيم وفي استثمارات كبيره جدا، ليه ما اقعدش في ليفربول؟ اللعيبه اللي صلاح بيجي له ممكن ريال مدريد وبرشلونه، فيرمينيو ممكن، ماني ممكن، في لعيبه كتيره ممكن يجي لهم دلوقتي اختيارهم الاول ان انا ايه اللي خليني اخد الريسك واروح مكان اخد فيه مخاطره، ده ما كانش موجود في ليفربول قبل كده، فيقدر ان هو يحافظ على السكواد ده سنين جايه. معنى كلامك ان صلاح ممكن يكون مكمل كذا سنه في ليفربول. ممكن ما بقاش فيه خلاص. انت النهارده اصل انت النهارده شايف ريال مدريد ملخبط، بيمر بمرحله، انت شايف هازارد مشي من تشيلسي راح ريال مدريد بيعاني معاناه شديده جدا. برشلونه برضو ابس اند داونز كتيره جدا خلال كوتينيو لما راح ما شافش بالظبط. فانت النهارده لعيب زي صلاح بيفكر يقول لك ايه اللي خليني اخد الريسك، انا اوتوماتيك لان الناس بتحبني، الناس بتقدرني، دوري حفظته، حابب الحياه. للناس ما تعرفوش ان الحياه في مانشستر جميله جدا جدا، يعني واحده من اجمل المدن اللي انا عشت فيها مانشستر. انا عشت فيها وانا بلعب في ويجن. هو صلاح عايش في مانشستر مش في ليفربول، يعني 40 minutes drive يعني نص ساعه. فبلد جميله جدا جدا وبلد فيها كل حاجه، فيقول لك انا ايه اللي يخليني ان انا اخد ريسك واروح مكان تاني. هل الريسك في احيانا مطلوبه حازم؟ كنا بنتكلم مره برضو ان ما بني ادم يقعد فتره طويله، يعني كلوب مثلا لما ياخد السنه دي الدوري مع ليفربول هل يكمل، هل ياخد فرصه في حته تانية؟ هيبقى للسنه اعتقد الثالثه برضو على التوالي، جدد مع لغايه 22 2024 فقعد، يعني واضح ان هو 2024. هل ده ممكن يبقى واقع حقيقي يحصل؟ ممكن. يعني دايما المدرب ما بيبقاش عايز يمشي غير لما النادي هو اللي بيمشي، يعني عمر المدرب بيعمل قعد 5 أو 4 سنين وهو اللي بيمشي، النادي هو اللي بيمشيه بيعمل بيقفل العقد. بس ما بقتش مقتنع بمدرب بيمضي عقد 2 و3 و4، ما النتائج هتقعدك، النتائج هتمشيك، بس بيديله ضمانه نوعا ما شويه لان الناس واثقه فيه، واثقه ان عنده بلان وعنده اشتغل براحته. وخلي بالك برضه في انديه لما بتحقق معاها مكاسب هو هيستحملك، يعني زي ما بتكسبه ممكن سنه يستحملك. طب عنده رصيد يعني بتعمل فرقه جديده اصلا، يعني ليفربول هيقعد ماشي كده بس اكيد هيجي له فتره يعمل كده. اللعيبه لما بتكبر في السن شويه هتلاقي اللعيبه بتنزل مستواها، فبالتالي
عشان تجيب واحد بديل ليه هياخد وقت شويه. يعني زي ما سواريز مشي كان مكسر الدنيا, عقبال ما جه صلاح وماني وفيرمينيو خد وقت كتير عشان يبقى في ليفربول بالبيك ده. يعني ستورج قعد يلعب كتير, بيقول قعد يتعور ويروح ويجي لغايه لما جه بقى الشكل بتاع فيرمينيو وبعدين ماني وبعدين صلاح, فابتدى الشكل بقى اقوى يمكن ثلاثي هجومي في العالم دلوقتي. فاي فرقه بيجي لها وقت زي ريال مدريد كان البيك بتاعها وبعدين ابتدى ينزل, برشلونه نفس الكلام. ف يعني بشوف المدرب مع الاداره وعمل ايه في النادي, وده بيخليه ياخد ان ياخد الامور لخمس ست سبع سنين. يعني ارسن فينجر لما يمكنش حد يعرف ان هذا حاجه 20 سنه بس دي حاجات منفرده. لكن ممكن مع الراجل ده مع كلوب وليفربول, ليفربول ما خدش دوري 92 خلي بالك. يعني لو خد دوري السنه دي من سنه 92 ما خدش الدوري, ما بياخدش حاجه خالص, ما خدش غير تشامبيونز ليج في 2005 وخلاص ما خدش حاجه. هيبقى سنتين مهمين, 92 ل 2019 لا خد اوروبا ليج في 2000 وخد يعني على مستوى الدوري ما خدش حاجه. فبالتالي لما تاخد انت الدوري ده اكيد انجاز. تاخد تشامبيونز ليج السنه الاوروبي 2001 تاخد تشامبيونز ليج 2018 وتاخد الدوري 2019 اكيد انجاز كبير جدا, واكيد ده هيديله ضمانا انه ممكن يكمل الاربع سنين. بس طبعا بنفس القوه, خصوصا ان خد ليفربول لحته زي ما بيقول ميدو حته عاليه جدا بقى خلاص دلوقتي. يعني السنه اللي فاتت ما حدش يرشح ليفربول انه ياخد تشامبيونز ليج, يقول لك ليفربول فرقه قويه بس لو جه مثلا قدام ريال مدريد او برشلونه هيخسره. لا خلاص حط نفسه ان هو يكسب اي حد دلوقتي, يعني خصوصا حاله برشلونه وريال مدريد السيئه السنه دي. طيب نطلع فاصل, وبعد الفاصل هرجع انا وحازم ميدو اشكرك, اشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي فارد بحازم بعد الفاصل ونشوف لقاءات الاسبوع الجوله 18 توقعاته ولقاءات الجوله 17 النتائج بعد الفاصل. جولات الاسبوع ال17 ونتائجها طبيعيه ولا مش طبيعيه؟ ليفربول اول ماتش طبيعي توقعنا بيه, واتفورد في اسوء حالاته, مدرب جديد مشى مدربين السنه دي, وبالتالي ليفربول حالته ما شاء الله 17 اسبوع كسب 16 وتعادل ماتش واحد. يعني رقم قياسي او رقم كبير جدا جدا انك تكسب في الدوري الانجليزي 16 مباراه وتعادل ماتش واحد, فكان واضح ان ليفربول مسيطر يعني. وبعدين جاب جول في الشوط الاول بدري الموضوع خلص يعني. نيوكاسل وبرنلي, برنلي نيوكاسل برضه ماتش صعب, وفي برنلي في ملعبه صعب جدا, وبالتالي ماتش طبيعي يعني مش صعب يعني, تعادل لبرنلي يكسب يعني. تشيلسي دي كانت مفاجاه كبيره جدا, تشيلسي يمكن ثالث او رابع ماتش بيخسر, ودي صعبه على لامبرد انه الفتره كان ماشي كويس قوي وصل لرابع الدوري. نتيجه لا مفاجاه طبعا, بورنموث في ملعبه بيخسر, وخسر قبل كده مانشستر سيتي وخسر من ليفربول, وبالتالي تشيلسي اللي بيبقى من الكبار وفي ملعبه يخسر في الدقائق الاخيره اي نعم, لكن طول الماتش كان حابب وعايز بس مش عارف يوصل للجول. ليستر سيتي مفاجاه طبعا جدا, ليستر مكسر الدنيا تاني الدوري, بيكسب كل الماتشات اللي فاتت, يتعادل مع نورتش, يتعادل مع نورتش الاقل والاضعف فنيا ودفاعيا يعني. شوف ملعب ليستر, شوف اللي وصل فيلا لا طبيعي, شوف الناس كويس قوي قوي قوي, وفرقه محترمه جدا منظمه جدا, نتائجها واحد يمكن طالع من الشامبيونشيب لكن نتائجه يمكن من احسن الفرق اللي ماشيه في الدوري. أسفن فيلا هيصارع الهبوط السنة دي ولا هيعدي؟ لا يعني لا, أسفن فيلا كسب ماتشات كتير وعمل ماتشات كتير كويسة وبيعرف يجيب جوان, ما أعتقدش إنه هيصارع الهبوط يعني. يمكن نورتش هو اللي ابتدى خلاص يبعد شوية, لكن لا متهيألي أسفن فيلا هيبقى في حتة كويسة إن شاء الله يعني. وستهام سامسون برضه نوعا ما شوية مفاجأة شوية, إن ساوثهامبتون في ملعبه قوي وستهام على سطر وبيسيب سطر, فكان مفاجأة شوية 1-0 بصراحة. مانشستر يونايتد وايفرتون, مانشستر يونايتد بيكسب مانشستر سيتي وبيكسب ماتشات كبيره جدا, وجيف ايفرتون كنت متوقع ان هتبتدي السلسله تكمل ويبتدي يشتغل, ان خد ثقه في نفسه الاسبوعين اللي فاتوا قوي جدا, كسب توتنهام وبعدين كسب مانشستر سيتي. ايفرتون في اسوء ايامه يعني, ايفرتون مش شايف السنه دي من اسوء المراحل اللي عنده, وبالتالي كنت متوقع ان مانشستر هو اللي هيكسب, لكن مفاجاه ان ايفرتون يتعادل. توتنهام ولفرهامبتون في ملعبه ماتش صعب جدا, وبالتالي فوز كان في اخر دقائق يعني الدقائق الاخيره, عشان كده مورينيو انبسط جدا وفرح جدا, فوز صعب جدا ولفرهامبتون في ملعبه فوز صعب, لكن مورينيو يعني يمكن ماشي في الدوري بشكل محترم جدا جدا جدا. ارسنال خساره كبيره من مانشستر سيتي, هدف مبكر قوي, انا ما بحبش الفرق الكبيره يخش فيها جون من بدري قوي كده يعني, مش ممكن تبتدي الماتش اول دقيقتين يخش فيه الجون يعني,
لكن ما فيش يعني ارسنال بعيد وليمبرج مدرب كان يعني لسه بعيد عليه قوي وتحس اللعيبه نفسها حتى يعني وهي 3-0 او 2-0 ما فيش ان هو تحس ان في عوده او ان ممكن يرجع. وبرضه في حاجات ما بفهمهاش يعني ليمبرج خسران وقاعد بره لاكازيت مثلا وبيلعب لعيبه صغيره بينزل لعيبه صغيره في السن تنزلي ما اعرفش هل ده طبيعي هناك يعني انت عندك لاكازيت قاعد وراه طب ما تنزله نزله يلعب جنب اوباميانج وجنب بيبي بيبي من اول الشوط الاول عمال تحسه اساسا بيلعب ماتش استعراضي عمال يلعب كعوب وكباري مش مفيد جدا خالص على المرمى وخساره 2-0 وعايز يعمل في سبعات في ثمانيات الحاجات دي في انجلترا ما ينفعش لازم تنزل اللعيبه اللي بتعرف تروح على الجون عندها خبرات شويه كريستال بالاس واوزيل طبعا في حاله صعبه جدا كريستال برايتون يعني انا كنت اتوقع كريستال يكسب بصراحه طيب خش على الجوله ال 18 ونشوف توقعاتها ليفربول وارسنال اكيد ليفربول والله لا ايفرتون انا اسف خلي بالك ايفرتون وارسنال ايفرتون مش شايف ويعني ممكن كل شيء على فكره ايفرتون بيتكلموا دلوقتي مع انشيلوتي بيتكلم كتير ان انشيلوتي بقى مشي من نابولي ممكن يروح ايفرتون طبعا لو راح ايفرتون لا اعتقد هيعمل شغل كبير جدا جدا ايفرتون ارسنال ممكن انا شايف ايفرتون في حالتها دي ممكن يبقى تعادل او ايفرتون يكسب استون فيلا استون فيلا بيرلي ده ماتش صعب بتعادل بقى او اي حد مرشح بس ممكن تعادل وبورموث برايتون ممكن شيفيلد يكسب نيوكاسل وكريستال بالاس ده برضو ماتش صعب جدا يعني ممكن تعادل وممكن الاثنين اي حد يكسب الاثنين شبه بعض قوي نوريتش وولفرهامبتون مانشستر سيتي وليستر سيتي ماتش قمه الاسبوع ده على فكره في الفانتسي يا سيف محدش هيجيب نقط كتير محدش هيجيب نقط كتير لان مانشستر هيلاعب ليستر وتوتنهام هيلاعب تشيلسي اتفر مانشستر سيتي مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد يعني قصدي يعني انا بتوقع يعني الاسبوع ده مش هيبقى فيه نقط كتير ليفربول اولا مش هيلعب في ناس كتير حاطه لعيبه من ليفربول اللي حاط من مانشستر سيتي هيلعب ليستر وبالتالي مش هيبقى فيه جوان كتير وفي ناس كتير حاطه من ليستر وفي ناس حاطه من مانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي في ناس حاطه من هنا وهنا كتير فبالتالي الاسبوع ده مش هيبقى فيه نقط كتير فماتشات صعبه مانشستر سيتي ليستر اعتقد مانشستر او تعادل واتفورد مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد توتنهام تشيلسي اعتقد توتنهام وتشيلسي شرفتني يا فندم توتنهام وتشيلسي ايوه قول لي تاني يعني اه بس كويس يا سيف تعالى بشرفتنا ونورتنا طالع اجازه انت ان شاء الله لا مش طالع ولا حاجه انا قاعد ان شاء الله باذن الله حياتك كلها اجازه قاعد شويه لا قاعد مش طالع من اكتر الشخصيات طالع حاجه انا قاعد شفتها قاعد على البحر انا قاعد مش طالع مين قال لك ان انا طالع يعني قلما ما تطلعش اجازه اجازاتك كلها ما شاء الله وحشوني والله هتوحشوني 65 يوم اخش معاكم مكالمات واخش معاكم ده شرف لينا بس نسمع حتى سؤال طمن عليك اول مره اشوف واحد يسافر في اجازه يرجع ما يكبر هبعت لك صور بات لي صور اشوفك على خير يا ثعلب يا سيف السلام عليكم خلصنا النهارده الحلقه ثعلب والعالمي اشوفكم ان شاء الله باذن الله في الحلقه الجايه على الف خير ستارز فانتسي